جهود مبذولة من طرف الدولة الجزائرية في سبيل القضاء على أزمة السكن، فقد رفعت الوزارة الوصية التحدي من أجل التشييد والبناء، فولاية تلمسان تستعد لتوزيع 2723 وحدة سكنية موزعة على مختلف الصيغ، وهذا لمراعاة المميزات الاجتماعية للأسر الجزائرية. زرنا بعض السكنات المبرمجة للتسليم يوم 5 جوليا إن شاء الله، 1500 سكن، 520 سكن من نوع عدل، هذو كلهم مبرمجين لـ2000 يوم 5 جوليا إن شاء الله، وراح نسلمهم إن شاء الله في الوقت المناسب. ومن أجل التخفيف وتقديم الخدمات للمواطن، تم تدعيم المجمعات السكنية بمؤسسات أمنية تعليمية وصحية. إذن بالنسبة للأشغال راهي جيدة، في نفس الوقت عندنا فرصة باش نشوفوا بعض التجهيزات اللي مسجلة لصالح هذه السكنات في إطار البرنامج السكنات المدمجة، تمثل في اليوم متوسطة وابتدائية، وفيها مشاريع أخرى كعيادة متعددة الخدمات وأيضا مركز للشرطة. كما يرتقب توزيع 1300 وحدة سكنية مع نهاية السنة الجارية، لتكون ولاية تلمسان خلال هذه السنة قد وصلت إلى 4000 وحدة سكنية ستوزع ويستفيد منها المواطن التلمساني بمختلف الصيغ.